ستات كتير او كلنا تقريبا بيجي لنا حاله من الملل من تكرار مكونات وجبه الفطار، الفطار هو هو، هي هيها نفس الاكلات، وبنوصل طبعا لمرحله ان احنا مش عارفين نعمل اكل ايه، وطبعا اي ست بتسال جوزها اعمل لك ايه يا حبيبي على الفطار النهارده؟ والاجابه التقليديه اي حاجه، طبعا اي حاجه دي نسمعها من هنا ومخنا يشيط على طول، على فكره احنا مش بنكسل نعمل فطار، احنا بنكسل نلاقي أفكار للفطار. علشان كده النهاردة فكرنا بقى أننا نقدم لحضراتكم أفكار مختلفة لشكل وجبة الفطار، وهنقدم وصفات للمأكولات الإيه؟ الكوري. الكوري طبعا منتشر قوي في مصر، الأكل الياباني اللي هو السوشي والأكل التشاينيز، لكن النهاردة معانا أكل كوري. معانا النهاردة ندى البشتلي وزوجها أحمد عزيز أو أحمد عزيز الدين، اللي بنرحب بيهم معانا النهاردة في ست الستات، واللي تخصصوا في تقديم الأكل الكوري. ازيك يا ندى؟ أهلا أحمد. أهلا وسهلا. ندى، عايزه الاول كده اعرف قبل اي حاجه، ليه فكرتي انت واحمد في اتجاه الاكل الكوري؟ هو بصي، عامه في البدايه انا هوايتي عامه الطبخ، كنت دايما بحب من وانا صغري ان انا اقف جنب ماما في المطبخ واشوفها ازاي بتطبخ في الاكلات وكده. كل الانواع؟ كل حاجه، كل الانواع. طبعا بدايه بالمصري، بس يعني الموضوع بدا بان هي كانت بتحب تتفرج على الدراما الكوري، بتحب المسلسلات التاريخيه بما انها مدرسه تاريخ وجغرافيا. فحبيت لبسهم، حبيت طريقه تقديمهم للاكل، الالوان مختلف تماما عن الثقافه المصري. فحبيت اكتشف الموضوع عامل ازاي، فبدات اجيب بقى المكونات واطبخ واتعلم من اليوتيوب واتعلم في احمد. بالظبط كده. يعني هو الراجل دايما هنتعلم في جوازاتنا، يعني من اول الجواز مؤخرا، يعني بتاع ان انا اجرب الكوري، بس لا، هي فعلا بقى لها فتره طويله، حتى من قبل ما نتعرف كمان. انتوا بقى لكم قد ايه متجوزين يا احمد؟ احنا بقى لنا سنتين. سنتين، اوكي. ما بقالناش كتير ولا حاجه، بس هي فعلا بقى لها كتير في الموضوع بتاع الاكل ده. يعني بتطبخ حلو؟ طيب المصري، طمنا على بنتنا برضه. بصراحة تحفة، يعني ما يعني أكلها تحفة، ما أقدرش أقول حاجة تانية. بس هي الفكرة كلها فعلا إن هي سبيشاليزد في الكوري. في الكوري. طيب حبيتي المسلسلات مع ماما، المسلسلات الكوري. هل بقى بدأتي تدوري على الوصفات الكوري أونلاين مثلا؟ وأنا شايفة كتاب، يعني أنت بدأتي ثقافة كورية يعني. بالظبط. المراحل بقى إيه؟ هو ابتدت الاول بان في قنوات عامه كوريه على التلفزيون بتتعرض، فبدات اتفرج على برامج الطبخ واحده واحده ازاي الحاجه بتتعمل وكده. بس بتفهميهم؟ في ترجمه انجلش، فايتس فاين يعني. اوكي. بتلاقيهم مترجمين بالانجليزي. وطبعا على اليوتيوب مليان طبعا وصفات كوري قد كده، فتعلمت ازاي اطبخ الاكل الكوري. فدي كانت بدايتي لمده 8 سنين. فمن ساعه بقى ما احمد بقى دخل في الموضوع وكده، فهو شجعني في نقطة ازاي اتعلم اعمل المكون نفسه، يعني بدل ما نستورد الحاجة من بره ونشتريها عشان اعمل بالصوص او الخامات بتاعتهم من بره. صح. لا، هو قاعد يفكر، طب انت ليه ما تعمليش الصوص ده نفسه؟ ليه ما تعمليش الحاجة نفسها انت اللي صنعيها من الصفر؟ يعني دي فكرة هايلة. هو العقل المدبر. ايوه، باين. على فكره ألذ حاجه انك لما تاخدي كده طريق في الحياه تلاقي ان جوزك في ظهرك كده، وان هو مساندك. ده بيختلف تماما، عارف؟ طب احمد، انت في الاساس بتشتغل ايه؟ انا حاليا اخصائي شؤون طلبه. شؤون طلبه. يعني بعيد كل البعد عن الطبخ والمأكولات، لكن قررت القرار ده انك انت تشاركها في هوايتها، في شغفها كمان يعني. حبيت ادعم الموضوع جدا. حبيت الاكل الكوري شكلك يا احمد. مش قوي بصراحه، مش كل الاكلات حبيتها. في اكلات مميزه في الاكل عامه، وفي اكلات عاديه. اوكي. اللي هي يعني حاجه شبه مثلا اكلات مصريه عندنا زي الكشري. ايه ده؟ الكوري عندهم كشري؟ مش بنفس التفاصيل. اوكي. بس نفس تكوينات الطبق، اللي هي مكونات مختلفة بتتقلب مع بعض وهكذا. فيقلب يعني كشري بس كوري. بالظبط. طيب زمايلي بيقولوا لي ان الصور معانا جاهزة، واحنا هنشوف الصور، لكن واحنا بنشوفها اكيد يعني دلوقتي ندى هتقول لنا كل صورة من الصور اللي قدامنا دي عبارة عن ايه؟ ده طبق اسمه البولجوجي. بولجوجي. بالظبط، بولجوجي بس بالتشيكن، ديت بالفراخ مش باللحم.
مش بال... هو اساس البلجوجي لحمه بالظبط. بس عشان عامله فراخ، بس عشان الذوق المصري عامه معظم الناس المصريين بيحبوا الفراخ او بالظبط كده. طلع لنا ريش من كتر اكلات الفراخ اللي بنحبها. فحبيت اعمله بالستايل اللي هو الكوري ده. البلجوجي مكون من شرائح دجاج عليها بصل اخضر بالصويا صوص، سكر، زيت السمسم، وشويه خل مثلا، ويتشوحوا. الاخضر ده فاصوليا؟ الاخضر ده بصل اخضر. بصل اخضر. انت عامله مبططه الورقه شويه بتاعت البصل الاخضر. لا، هو البصل الاخضر بناخد الكوريين بياخدوا بس العروش بتاعت البصل، ما بياخدوش الروس. يا سلام. بالظبط. ولا بتستعمليها حتى في اي وصفه من الوصفات ولا اي حاجه؟ ما فيهمش بصل. بالظبط، هو العروش بس بتاعته. طب تعالوا لنا تاني على الترابيزه. طيب خلاص نشوف الصوره دي ايه. دوت الكيمتشي الكوري. الكيمتشي الكوري ده اشهر حاجه موجوده في كوريا. ده اشهر طبق موجود في كوريا، وده موجود على اي مائده في كوريا. ده ايه بقى؟ عباره عن ايه الكيمتشي؟ هو مخلل كوري. تمام، مخلل عادي بس معمول من الكرنب. والكيمتشي بالنسبه للكوريين هو تراث غير مادي. موجود في كل بيت. يعني إيه؟ يعني هو عباره عن ايه؟ سوري ما سمعتش. مخلل كرنب. لا غير كرنب. بس برضو ده عروش يعني، مش الورقه كلها ولا هالورقه؟ لا هو كله بس كل حته في الكرنب. بس ده كرنب صيني مش كرومب. يعني مش المصري. هو اسمه المصري. بالكوري بيتشو. اوكي. هو شكله شبه الخاص شويه. بس طبقاته زي الكرنب بالظبط. وبتبقى اطول شويه. انا بشوفها عند الخضره، بشوفها برضه في الثلاجات. انا ليه بقول لكم تعالوا لي بقى عند الترابيزه؟ لسبب. انا مدمنه الاكل التشاينيز والجابانيز اللي هو السوشي. فلقيت يا جماعه وندى بتحط الحاجه هي واحمد على الترابيزه، ببص لقيت شبيه الدامبلينج الصيني اهو على الاقصى يميني. انا بجوري انت شايفني اقصى يميني خالص. ولقيت برضو زي شبيه السوشي، بس هتقول لنا ندى ايه الفرق. ولقيت السمبوسك المصري بس هو اكيد حاجه كوري. ولقيت التشيكن سويت اند ساور زي اللي موجوده في الصيني برضو، بس اكيد دي كوري حاجه مختلفه وعليها تقريبا مكسرات على ما اعتقد. بالظبط كده. واللي هناك ده مش عارفه بتنجان ولا كرومب. لا دي نودلز. نودلز جلاس نودلز. بالظبط. واخر حاجه اللي هي ايه؟ الكيمتشي. الكيمتشي. طيب واحده واحده بقى، اللي شبيه الدامبلينج ده ايه؟ دوت ماندو. ماندو في الحقيقه اسمه ماندو، بالصيني اسمه الجاوز. جاوز. انت كمان حافظه اساميهم الكوري. ايوه طبعا. ده معمول، ده عجينه برضو زي الدامبلينج وستيمد وكده ولا بتعمل؟ هي نفس الصيني بالظبط، بنفس كل المكونات ونفس كل حاجه، وستيمد على البخار عادي جدا، بس اسمها ماندو. ماندو بالظبط. تقدروا تقولوا لي ايه اللي بيفرق الاكل الكوري عن الياباني عن الصيني؟ يعني ايه الفروقات؟ ان انا شامه صويا يعني باخد بالي بالزبط. قوي من روايح الصوصات بتاعتهم. ايه الفروق الكبيره؟ اكتر حاجه في الكوري هي الاساس زيت السمسم. اوكي. ده الحاجه الوحيده. السمسم كمان برضو في الصيني كتير قوي، بس زيت السمسم الكوري مختلف تماما كرائحه وكطعم، مختلف تماما عن اي زيت سمسم مستورد او مصري او اي حاجه. بيختلف. يعني الاكل الكوري هتعرفيه من ريحته. اوكي. بس كده. زيت السمسم ريحته يعني هو زيت سمسم صافي. صافي صافي يعني من غير مخلط او حاجه، وكمان معصور على الساخن، فريحته بتبقى قويه جدا. نفاذه قوي فعلا. بالظبط. فده اللي يستخدمه في الاكل الكوري. اي حاجه تاني زي سمسم تاني ما يستخدمش في اي اكل. احنا معانا فيديو كده نشوفه برده واشرح لنا اهو. ده بالسمسم صح؟ بالظبط. دوت فيديو التوبوكي. ايوه. التوبوكي ديت عجينه الارز او كعك الارز الحار. لا ده مش كاليماري يعني، ده كان كعكه. نو عجينه. عجينه رز بالظبط. عجينه رز. عجينه دقيق رز. بتتعمل. الله، ده كمان طريقه الطهي معانا. اوكي اشرح لنا بقى واحنا بنشوف كده. ده فيديو كنت عاملاه، كنت مشتركه بيه برضو في مسابقه. ده طريقه عمل التوبوكي في البيت بالدقيق العادي وبدقيق رز اللزج، بحيث ان انت مش لازم تشتري دقيق من بره. وده صوص الكوتشو جانج.
الصوص دوت بيخش في كل الاكلات الكوريه عامه. بتعرفي تعمليه الصوص ده بالظبط بدل ما تستورديه؟ هو ده اللي احمد قال لي اعمليه في البيت ومن الاول بدايه خالص. اكيد كان بيعور جيبك لانه طبعا مستورد. لا ففي اصابه مباشره. الكلمه دي اتقالت اصلا قبل ما يعني قبل ما يبقى ما بيننا علاقه وكده ونتجوز، من قبل ما نتخطب اصلا. الموضوع ده كان من زمان شويه حلوين يعني. قلت لها تعمل ده. هي اتمسكت تقريبا بالكلمه دي وبدانا بقى المشوار مع بعض. يعني كنت بدعمها كصديق مثلا، غير ان هي بنت عمي اوريدي. هي بنت عمك كمان؟ انا افتكرت كان عينك منها بس. لا لا. طيب بس والموضوع اتطور يعني. معلش ممكن نشوف الفيديو تاني. اعتبري نفسك بتقولي لنا وصفه نعملها على الفطار. اوكي. واحنا بنبص يلا ادي الدقيق. عملنا ايه؟ الدقيق بنحط عليه شويه ميه دافين بحيث ان الرز يبقى لزج معاه، يتكون كعجينه. تمام. انت بتعملي دقيق رز في البيت ولا بتشتري دقيق رز؟ لا ممكن تعمليه في البيت عادي. بتجيبي الرز وبتنقعيه وبتفرديه مثلا على السفره بتاعتك، تنشف مثلا يومين وبعدين انت بتطحنيه، ما بتعمليهوش باودر يعني. ما هو انت بتلميه وبعدين تطحنيه بقى. اوكي. فيبقى معانا كده، وبعدين جاهز على طول ان انت تعجنيه بالطريقه دي. وبعدين زي ما انت شفتي كده العجينه بتتلم معايا، وبعدين بسيبها ترتاح بس لمده 5 دقائق او 10 دقائق وببدا اشكلها على طول. ما بستناش عليها يعني. الله، زي العجينه اللي هي بتاعت البيتزا العاديه اللي بنعملها، او عجينه العيش بالزبط. بس الفرق انها بالرز يعني. دقيق رز وميه. هي الفكره رز ومي. فكره الفرق بين الدقيق بتاع الطحين او القمح ودي رز الجلوتين. ده هيبقى تشوي اكتر لما يستوي او لما يتسلق. لكن العجين العادي بيبقى زي ما احنا شايفينه في المندو. بس طبعا في ناس ما بتحبش الجلوتين اصلا، يعني خطر على صحتها. فاعتقد ان ده هيبقى على حسب هو هل الدقيق فيه او الرز فيه ولا لا. ما هو فيه وفيه برضه. طيب وبعدين ها بقيه الوصف. بنبدا بقى نقطع الخضار بتاعنا. ممكن دوت يعني حاجه جانبيه ممكن تحطيها في الطبق يعني. فاهم قصدي؟ يعني ممكن مثلا تحطي الجزر، نقانق، جارنش كده يعني بالزبط. ولا بيتحط جوه العجينه؟ لا مش جوه العجينه، مع الطبق بالصوص وبكل حاجه. تحطي بصل اخضر، بصل عادي، تحطي سوسيس. بصل اخضر وبصل عادي، العروش بس بالظبط، ما بتحطيش الراس. انا قفشتك بالراس بتاعت البصله. لا دي بصلايه عاديه والله. عليكي. بصله عاديه. هو يعتبر التاتش مصري عادي يعني. زي السوشي ما دخلوا مصري جامد، والتشاينيز بتاعنا غير اللي ناكله في الصين. تماما تماما. الفكره كمان الفكره بتاعنا احلى. انا بشوف كده. انا اكلت ده هنا وفي الصين. انا فعلا التشاينيز بتاعنا احلى. يا رب الكوري بتاعنا يبقى احلى. طيب كملي يا ندى. بس كده يعني بنقطع الخضار، بنقطع الحاجات بتاعتنا ده نجهزها. ايه؟ ده سوسيس؟ ده سوسيس نقانق. اوكي كده بنقطعها وكده، وكل دوت بيتحط مع بعضه في مع الصوص اللي هو الكوتشوجانج. وممكن تعملي بقى بديل الكوتشوجانج نفسه. ايه بقى البديل بتاعه؟ البديل بتاعه تحطي بقى شطه مصري على بابريكا، خل، صوص سمك، تحطي افتكر بقى. ايوه سكر. سوري مخك يا زينب. سكر وملح وصويا صوص. فيعتبر كده انت عملتي الكوتشوجانج في البيت بنسبه 80% كتيست يعني، يبقى قريب منه قوي. تاني طبق قدامنا شبه السويت التشيكن سويت اند ساور، اللي هو حلو حادق. عارفين اللي هو بيبقى بالصويا صوص وال حلو وحامض. ايوه حلو وحامض بالظبط. احكي لي بقى ده الفرق ايه؟ الطبق ده اصلا بالكوري اسمه يانج يوم تشيكن. الفراخ اللي قدامنا البني دي اهي اللي ناحيتي انا هنا. طب ثانيه واحده هعمل لك اشاره بجوري اهي، دي اللي قدامي. يلا دي اليانج يوم تشيكن. ديت برضو زي السويت اند ساور تشيكن عادي، فراخ مقليه مقرمشه، مقليه بالنشا عادي جدا. الفرق الوحيد ما بينها وبين الصيني ان انت بتحطي سكر عليها. أيوة. تمام. بس بدل ما بتحطي كاتشب بتحطي برضو صوص الكوتشوجانج. الكوتشوجانج دوت اللي هو معجون الفلفل الحار. اوكي. فالكوتشوجانج زي ما بقول لك بيخش في كل الأطباق. بتعمله برضو هي في البيت؟ خلاص ما فيش صوصات من بره، بتعمل الصوص ده؟ احيانا لما بيبقى محتاجين نعمل اوريجينال تيست طبعا بنستخدم الحاجه المستورده. لكن لو بتعملي هي الفكره كلها ان الصوص اصلا بيحتاج وقت تخمير كتير. اوكي. فطبعا لما يتعمل مثلا كميه ويحتاج وقت فبتستنجده بالجاهز على طول. بياخد حوالي سنه عقبال ما بيتخمر. اوكي. فتره 6 شهور. إيه؟ سنه. انا فكرت ساعتين ولا حاجه في الثلاجه. ده كبير التخمير عندي ساعتين يعني.
يعني حتى كمان اللي انا بعمله بستخدمه ليا انا للشخص بيتي انا، اما لو مثلا للمشروع مثلا او للاوردرز بتاعتي وكده والتوصيل المنازل والكلام دوت، اوردر الزباين او العملاء بمعنى اصح، بستخدم لهم اللي هو المستورد الاساسي بحيث ان هم يدوقوا الاوريجينال تيست بتاعه. طبعا طبعا عايزين كوري، الكوري الصحيح. ايه اللي شكل السمبوسك بتاعنا؟ ترد انت ولا اقول انا؟ لا انا مش حاسس ان انا ممكن اقدر ادي معلومه جامده فيها. هو زي الماندو بالظبط، بس هو اسمه دامبلينجز. اوكي ده الدامبلينجز بتاعت الكوري. الكوري هم بالنسبه لهم ان اللي هناك دي الدامبلينجز، بالنسبه لهم ده الماندو المسلوق. انا لسه لحد دلوقتي بتلوط ما بينهم. قول لي عايز سمبوسك بقى، وخلي يعني الدنيا ما يقول لي سمبوسك. سمبوسك كوري من فضلك. بالظبط. طيب ده يليق فطار بصراحه في رمضان يعني. نفس برضو حشوه الماندو، لحمه مفرومه برضو مع بصل اخضر وصويا صوص سمسم برضو. السمسم داخل في كل حاجه طبعا. وبس فرايد مقلي. ايه اللي شبه السوشي؟ ده مش سوشي ولا سوشي؟ هو بنسبه 80% بس بدل ما يكون ان في مكونات سالمون او تونه الحاجات النيه ديت، لا الكيمباب كل حاجه مطهيه بالكامل 100%. مش زي الياباني، الياباني بالزبط. بيعتمد على الني اكتر. بالظبط. فالكيمباب بيبقى برضو في نكهه زيت السمسم اكتر. احنا عندنا بنتلافى ده بان هو يبقى سموكت شويه، يعني عارفه الحاجات بتبقى مش نيه قوي بالزبط. عشان الذوق المصري بالزبط. بس بتبقى مدخنه بالزبط. الى حد ما يعني. ما هو يعتبر الكيمباب هو اللي مناسب للذوق المصري اكتر عشان كله مستوي، لان يعني في ناس كتير قوي ما تحبش الحاجه. لكن برضو سامن ولا لا؟ دوت كراب. كراب. كابوريا. كابوريا ومطهيه ف يعني مستويه. امان امان امان. طيب نشوف فيديو تاني، وصفه كوريه تانية يعني ندى هتقدمها لنا. ها دي ايه بقى؟ ده الماندو. ده الماندو حلو قوي. احكي لنا الماندو بيتعمل ازاي. الماندو هو عجين عادي دقيق ورشه ملح، ميه دافيه برضو وكده. العجينه جاهزه على طول ان هي تتحشي. الحشوه بتبقى عباره عن لحمه مفرومه عليها بصل اخضر وجزر. ممكن تحطي كابوتش عادي لو عايزه. وبتحطي بقى السيزننج بتاعتها بقى، لو صويا صوص ومعاها سكر ومعاها زيت سمسم وشويه ملح وايه تاني مش عارفه، مش فاكره يعني، بحاول اجمع. هو يعني الدمبلينج في الصيني بيحطوا بقى فيه يا اما خضار يا اما جمبري يا اما بيبقى فيه حاجات لحمه مفرومه يا اما حاجات زي كده. انت كمان في الكوري نفس الحكايه؟ نفس الكلام. ولا هي ثابته يعني هي ثابته بس اللحمه المفرومه؟ لا بيحطوا لحمه، يحطوا فراخ، يحطوا جمبري، يحطوا كمان كيمتشي على فكره لو عايزين. الحشوات عامه متفقين عليها ان هي بتتغير طبعا، لكن الفكره كلها الشكل في الاخر عامل ازاي والطعم. طيب عايزه بقى واحنا بنتفرج كده قولوا لي الذوق المصري يعني بدا يتكيف مع الكوري زي ما تكيف مع السوشي وزي ما تكيف مع التشاينيز ولا لسه؟ هو الموضوع ده اكيد بالظبط. حاسس ان الناس بدات في طلب على في تعامل اصلا، في تعامل كتير مع عامه المجتمع معنا. غير كده هي نشاطاتها برضو مع المركز الثقافي الكوري او مع السفارة فمخلية الناس تتعرف عليها وتطلب منها. كوريين؟ كوريين ومصريين. لا انا عايزة اصل الكوريين بقى لو هي نجحت انها بتقدم اكل كوري للكوريين اللي موجودين في مصر يعني بيحبوه، تبقي نجحتي في الوصفات تماما وفي طريقة الطهي بتاعته تماما. هي الفكرة كلها حتة فرق الطعم بين الكوري والمصري. لما رحنا كوريا كان الموضوع يعني تحس ان هم ما بيحطوش ملح قوي في الاكل عشان الصويا. بالظبط. فهو ده فرق الطعم تقريبا بين هنا وهناك. اوكي. احمد بيقول سافرت كوريا، انتوا الموضوع موضوع سفر كمان هي بصراحة موضوع السفر دوت جات لنا كفرصة سفر. أنا كنت مقدمة في أكاديمية المؤثرين الكوريين اللي هي الكي انفلونسر أكاديمي. دي كوريا تبع الوزارة هناك في كوريا، ملهاش علاقة بمصر. تبع كوريا نت برضو، تبع يعني وزارة الثقافة والسياحة وكده.
فكانوا عاملين حوار اكاديميه اونلاين، هما بينزلوا زي ميشنز كل شهر، بتخشي الميشنز دي بتشتركي معاهم بفيديو. فطبعا عشان انا عندي اوريدي قناه على اليوتيوب فبعلم فيها ناس ازاي تطبخ الاكل الكوري اوريدي، فعن طريق وصفاتي بقدمها، واشتركت في الاكاديميه عن طريق وصفاتي. فللحظه كده فجاه تم اختياري كافضل مؤثره كوريه عام 2022 في مصر والوطن العربي، ودي كانت اول مره حد يعني ككي انفلونسر مصري او عربي يسافر. اوكي ده جميل. لكن يعني ما حاولتيش تحصلي على جنسية كورية؟ ما حاولتيش انك انت تسافري تقيمي في كوريا؟ انت مبسوطة بانك انت انفلونسر مصرية للثقافة الكورية؟ انفلونسر كورية بس ومصرية وسافرت، يعني انا اتكرمت هناك. اتكرمتي لكن انت مش كوريان. لا انا مش كوريه. ايوه ما هتلخبطيلي معلوماتي. كله بيقول لي انت شبه كوريين فعلا. يعني بدات اشك لحظه كده لما قلتي كوريان انفلونسر. طيب دلوقتي بقى صلتك بالمركز الثقافي او يعني بالطرف الكوري اللي موجود في مصر جه ازاي؟ جه عن طريق قناتك انت اللي تواصلتي معاهم؟ يعني حصل ازاي؟ بصي هي بتبقى يعني على عن طريق اللي هو ايه، انت دلوقتي بتشهري الثقافه الكوري في مصر. صح. او مش بتشهريها، يعني انت بتروجي للثقافه الكوري في مصر. وانا بعمل الحاجه دي عشان بحبها اصلا. يعني مش عشان اروج لهم او حاجه. يعني انت بتحبي بالظبط، بعمل حاجه انا بحبها، فهم لفت انتباههم الموضوع ده. اوكي. فبالتالي بيكلموكي انت ندى احنا عايزين ندعوكي مثلا از كي انفلونسر، وعشان انت يعني مراسلين، او يعني في من ناس كي انفلونسرز برضو زيي وفي مراسلين، فبيتم دعوتهم للمركز لحضور فعاليات او يا اما نشارك في انشطه. وبرضو معالي السفير الكوري دعاني لبيت دعاني وكده ان انا احضر معاه لقاء بخصوص الاكل الكوري، وعشان يتعرف عليا وانت ازاي بتطبخي الاكل ده وازاي شكله بيطلع كده مميز واحلى من الكوريين ذات نفسهم. يعني عجبوا التاتش المصري بتاعتنا برضو. اكيد. صح بالظبط. ويعني اتحدثنا في اللقاء وكده مع بعضينا، وكنت عامله له جزء من الاطباق الكوري وجزء من الاطباق المصري، بحيث ان هو تبادل ما بين الثقافتين. معانا طبق كمان ووصفه كمان. استفيدوا يا ستات، استفيدوا، يعني هتحتاسوا في اختيار الوصفات اللي تبقوا عايزين تعملوها. بصي دي وصفه بقى تنفع للاطفال الماميز اللي عندهم بيبيز وكده، واللي هم يعني لسه في ابتدائي او كده. دوت الكورن دوغ الكوري اللي هو بيبقى الستيك وجواه سوسيس ومتغطي بعجينه وبتبقى مقرمشه كده، وتتاكل على طول مع الكاتشب وبالماسترد وكده. يعني طيب عم بتعمليها ازاي؟ دقيق وخميره وسكر وميه وبس كده، وبسيبها تختمر. قبل ما بجهز بقى الستيكس بتاعتي يعني السوسيس وكده، بحطه في العجينه وبلفها، وبعدين عندي فتات الخبز البريد كرمز ماشي، وبغلفها بيها، وبعدين تتقلي في البصمات غزير. الناعم يا جماعه اللي احنا بنعمل فيه البانيه بعد كده. بالظبط. اللي هو الفتات الخبز، وبعدين ممكن تعملي عادي يعني تنشفي عيش فينو عادي وتخلطيه في الخلاط كده وجاهزه قدامنا عادي. الفانيه مش مخلينا عندنا اي مفيش ازمه، ما عندناش ازمه خالص في البريد كرمز. طيب دلوقتي بقى دي وصفه، وصفه سهله وممكن على فكره تبقى يعني هو لو سحور هتحمى شويه، خلي بالكم. يعني ممكن فطار في وقت كده للولاد يبقوا عايزين حاجه كانها جايه حاجه من سريعه بره على طول، زي الدليفري اللي بنطلبه. يعني دي بالنسبه لهم كسناكس مثلا. بالظبط. حلو. كوبليت. طيب ايه تاني ما شرحناهوش؟ الجلاس نودلز بقى زي العاديه اللي بنعملها، اللي هي المكرونه الشفافه. تمام. هي بيبقى لونها رمادي كده شفافه. وبرده عادي زي النص بتحطي اي حاجه بقى انت عايزاها، تحطي بقى سبانخ ممكن. هم بيحطوا ايه؟ بيحطوا بيف لحمه، بيحطوا مشروم، بيحطوا فلفل فلفل الوان وسبانخ وبصل اخضر وبصل عادي، بس بتشتهر بان هي بيبقى فيها زيت سمسم كتير قوي. زيت سمسم كتير. على فكره زيت السمسم ده مفيد الى اقصى درجه جدا، وداخل في كل اكلاتهم. هم بيهتموا بصحتهم. ايوه جدا جدا. يعني هل عندهم جانك فود؟ هل عندهم اكل اللي هو زي عارف يا احمد بنقول اكل الشارع عندنا؟ هل الكوريين كمان عندهم اكل شارع؟ عايز اقول لك ان ده بالنسبه لهم كده اكل شارع. الصحي ده اكل شارع. شفتي كل الحاجات دي. بالظبط. هو ده اللي عجبني اصلا في الاكل الكوري في الاول، ان هو يعني المكونات بتاعته شامله كل حاجه، الكربوهيدرات والبروتين
والخضار كل حاجه، بس هو بالنسبه لهم لوكال يعني مش عارف. طبعا بالظبط. امال الموروثات الشعبيه بقى بتاعتهم اللي هي ايه؟ زي المحشي عندنا مثلا، فاهمه؟ حاجه عريقه كده في كوريا بتبقى عباره عن ايه؟ بالنسبه لهم مثلا في طبق اسمه البيبيمباب. البيبيمباب دوت زي مثلا طبق متكون من رز وعليه خضار كتير قوي، جزر وخيار يخني كده. بالظبط كده يخني. وفراخ، لحمه، براعم، حلبه، فاصوليا، بصي اللي انت عايزاه بتحطيه في الطبق ده، ومع صلصه الكوتشوجانج برضو اللي هو معجون الفلفل الحار، وبتعمليه ميكس كده مع بعض وتاكليه. هو شبيهه إيه؟ بالكشري. دي صوره كنا واخدينها في كوريا، كنا دخلنا أكاديمية الطبخ في كوريا. واحمد اتعلم معاكي؟ الله الله. هو اللي عمل الأكل. لا يا أحمد، لا لا لا، هو اللي عمل الفطيرة اللي على الجنب دي. أنا اللي عملت الطبق اللي على الجنب ده، وده طبق بيبيمباب اللي هو ده البيبيمباب اللي أنا بقول لك عليه. هو ده الطبق الرئيسي بتاعهم هناك. ده حلبة، جزر، ولا أنا شايفة بقى إيه اللي في النص؟ كوسة وبيضة. بيضة يا مسلوقة مقسومة نصين. بالظبط. وفجل وبصل ولحمة وكمان مشروم رزهم مسلوق زي التشاينيز ولا بزيت زينا؟ مسلوق بزيت سمسم. بزيت سمسم. بالظبط. والله دي حاجه بتتبهر بزيت سمسم. عندهم كده وعندهم كده. دوت اقولها لك ازاي؟ الكيمتشي بانكيكس. بالظبط. اوكي. هي نفس الفطيره اللي احمد عاملها من شويه على فكره. اوكي. الاثنين بس دي كانت معموله دي بالكيمتشي ودي كانت بالخضار. والثانيه بالخضار. لا لا ثانيه واحده، يعني اللي قريبه انا فاكراها باي لحمه مفرومه. لا الحمراء ديت دي من الكيمتشي. ايه الماده الحمراء اللي الكيمتشي؟ بالظبط. والثانيه زي اللي انت عملتها. طب وايه الطبق الخضار ده؟ صوص. صوص. ده صوص ديبنج صوص بتحطي فيه مثلا، بتاخدي حته من الفطيره مثلا ديت وبتغمزي بيها وتاكلي. اوكي. طيب نشوف صوره تانية لو معانا. ده ايه اللي معانا دلوقتي على ده اللي هو سويت اند ساور؟ ايه احكي لي بقى ده، ايه اللي فوقيه ده؟ ده مكسرات. مكسرات لوز على بندق على اسمه ايه ده، فول سوداني. على سوداني. احنا طبعا لو لقينا المكسرات غاليه احنا في رمضان اديها سوداني على طول ولا يهم. في رمضان بقى فلازم ندي التيست بتاع رمضان. قولي لي، هل الكوري بيبقى فيه طعم حراق سبايسي؟ بالظبط. ولا كل ده من غير ما هو معجون الفلفل الحار اللي هو الكوتشوجانج اللي بيخش اصلا في كل حاجه، ما هو معجون فلفل حار حار، فهو سبايسي اصلا. فاليانج نيوم تشيكن اللي هي الفراخ ديت معموله برضو بالصوص ده، والكيمتشي برضو حراق لان هو مخلل بس سبايسي. اوكي. ده ايه اللي قدامنا على الشاشه؟ ده البيبيمباب برضو تاني. حل. بس ده اللي انا عاملاه بنفسي من قبل ما نسافر كوريا وعملناه هناك. انتوا دخلتوا وانتوا في كوريا، واحنا يعني فاضل معانا صوره كمان، دخلتوا كورس بالزبط. مش كده؟ لتعليم مدته قد ايه؟ لا ده هو كان يوم كوري هناك تبع الجوله السياحيه هناك، فاحنا أوكي. بس هما بيدوا زي شهادات معتمده من الفود كالتشر. بالظبط. من الفود كالتشر هناك. بالظبط. فبتتعلمي مع الشيف، مع كيم سوجين صراحه الله يرحمها بقى، فتوفت بصراحه من قريب. يعني اقولها لك ازاي، يعتبر لحقنا ان احنا نحضر العظمه بتاعتها بصراحه. طبعا. يعني دي واحده من المشاهير يعني. بالزبط. جدا. في كوريا كان هي اللي بتعمل الاكل يعني للمسلسلات اللي بتتصور والدراماز وكده، فهي يعني مشهوره قوي. معلش العتب على جهلي الكوري. معلش. انا سعيده بيكم جدا، تجربه جديده بتمنى لكم فيها النجاح. زي ما بقول لحضراتكم كده، التنوع الاكلات في مصر يفتح النفس بجد. ولو بتاكل تشاينيز، بتاكل كوريان، بتاكل سوشي، هتلاقي فيه التكه المصري. لكن زي ما شفنا كده، ندى واحمد حريصين ان هم ينقلوا التجربه الكوريه بحذافيرها، لدرجه ان هم حتى بيعملوا الصوصات المميزه للاكل الكوري. بتمنى لكم بجد النجاح، وان شاء الله باذن الله بقى بعد رمضان لما نبقى نقدر ندوق وحاجات كده، يعني نخلص صيام أكيد. نبقى نيجي مره تانية في ست الستات ونجرب
نجرب كل اكلاتكم. بشكركم ونورتونا. شكرا. طبعا ندى البشتالي وزوجها احمد عز الدين نورونا النهارده، واللي تخصصوا في الاكل الكوري بشكرهم مره تانية شكرا جزيلا. واكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا في الحلقه دي، يا رب تكونوا استفدتوا. عايزه تجاربكم الكوريه وتبعتوا لي لست ست الستات طبعا على صفحتنا على فيسبوك اجمل الاكلات اللي بتعملوها دايما اي جنسيه، وخصوصا بقى بمناسبه حلقتنا النهارده اكله كوريه كده، ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك. بشكركم شكرا جزيلا، بكره حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات في شهر رمضان الكريم. باي.